المحطة الطرقية التاكسي راه كتوصل له حتى لسبع ايام عاد كيوصل بيا اخي. إذا يعاود لك على مساكن السيفور ديالو لا ما يقدرش يعاود لك، راه يحسم يعاود لك على مساكن ديك عيسى. حنا ما كنديوش عند ولادنا حتى 20 درهم، 20 درهم كنبقى يومين ثلاث ايام ما كنتفتحوش. او حاجه اخرى، النقابات هما اللي كيبيعوا ويشريوا فينا. وانت بيدك كيفاش عتعمل باش تطلع من هنا ب 30 درهم وتركب ب 40 درهم؟ احنا ما صبحنا هنا ونبقاو هنايا. وحنا مرضي دابا حاليا حنا كنموتو بالجوع. حنا ماذا بينا تخدم محطة، حنا خصنا نطلعوا من محطة وإنما يجيو الناس لعندنا، حنا ملي طلعنا من محطة بقينا عامين تما، حتى واحد ما كيطلع من محطة، كيعمرونا تيتوان هنايا، أكثر من 6 بارادات في طنجة كيعمروا تيتوان، ملي عودنا حنا هنا حتى حنا نعمروا تيتوان، عودنا نحدوا على رزقنا. جاو قالوا لنا ما تبقاوش هنايا، كيفاش دابا سينا ماشي طلع من محطة وماشي تشبر تيتوان، هذيك خدامة من العريش لها، يعني واخا طلعنا حنايا، أصح ما جا ناقص الري والقراوي، هذا هو اللي كاين. وحاجه اخرى، النقابات هما اللي كيبيعوا ويشريوا فينا، هذاك اللي كيمثلنا اللي كيقول كيمثلنا ما حتى واحد ما عطاه الصلاحيه يمثلنا، راه كاين انتخابات وكاين سيافر الحمد لله، سيافر كيعاني في مستوى هو اللي كيعاني هو اللي خصو يمثلني، ماشي يمثلني واحد مسدود عليه بيرو ما عارفش المشاكل ديالي اللي كنعاني انا. حنا الحلول ديالنا ماشي ديك الحال ترقيعي، نمشي وقف هنا ومن بعد يجي يجري عليك، عطينا شي ملحقه تبع المحطه، راه هذه مدينه كبيره الحمد لله، طنجة الكبرى هذه خصها ملحقه هنايا وملحقه هنايا، باش كتقرب باش كتقرب ترونسبور نكليان، فين هي الريسيت؟ هو السيفور ما كي السيفور ما تهضرش على الريسيت، إذا يعاود لك على مساكن السيفور ديالو لا ما يقدرش يعاود لك، راه يحسم يعاود لك على مساكن ديك عيسى. دابا حنا خصنا غير ملحقه، ملحقه فيما بغاو يعطيوها لنا هي في اوطاسه، يعني انا من النص 500 طلع فوق 500 قناه في كيضروا ماتشي هذا. السلام عليكم، انا منظم سيد اجره كبيره الخط تيتوان طنجه تيتوان، فهمتي؟ حنايا كنطالبوا بان يعطيونا شي محطه، بالنسبه للمواطن كتجي تمام بزاف، راه التاكسي صغير باش يطلع من هنايا ساكن في شي بلاصه يطلع المحطه جديده راه كتوصل لهم 30 درهم 35 40 درهم، راه جاتهم تمام بزاف. هنا السلطه جات التنفيذ بان هنا ما يبقى حتى واحد هنايا، ما يخدم حتى واحد هنايا، اذا لا بغيتو تخدموا طلعوا المحطه الطرقيه، المحطه الطرقيه التاكسي راه كتوصل له حتى سبع ايام عاد كيوصل بيا اخي، المحطه قليل اللي كيجي. حنا النهار كامل كيخرجنا 10 التاكسيات، وحنا الضغط عوض 10 التاكسيات بالنسبه ل 80 طوموبيل خدامه الخط تيتوان، راه بزاف. وقبل المحطه كانت صراحه الله كانت المحطه القديمه كان مواطن كيجي لعندك وكانوا الامكانيات بزاف، كان مواصلات، كان الكار، كان التاكسي، كان بنادم كتجي خفيفه وكيجي على رجله. حنا بعد مره هنا كيجيو لعندنا هنا يركبوا كنقولوا لهم 40 درهم كيسبحوا فينا وكيطلعوا للفوق يركبوا في الكار، كيقول لك انا الكار كيديني ب 15 درهم. خصوص النقل السري شغنقول لك المرضي ما كاينش مراقبه عليه نهائيا بصفه مره، فهمتي؟ هادشي هذا من ناحيه القراوي من ناحيه الخطافه هادشي كامل ما كايناش مراقبه عليه. حنا هنايا كنطالبوا بهذه المحطه ملحقه يعطيوها لنا اتجاه تيتوان، وحتى الضرر كيوصل حتى الناس تيتوان، حتى الطاكسيات تيتوان غيضروا، والناس كاينه طلبه كاينه اطباء كاينه معلمين اللي كتقرا وعندها كدير لا نافيت يوميا كتبقى مليوحه هنايا. دابا كنطلبوا من السلطات كنطلبوا من الاولياء هادو يشوفوا لنا الحل لهذ المحطه الملحقه. حنا ما كنديوش عند ولادنا حتى 20 درهم، 20 درهم كنبقى يومين ثلاث ايام ما كنتفتحوش. ما معنى هاد الناس هادو راهم ضروري راهو عيو ساكتين، راه تخال عليهم قاصح، راه الناس كتبكي بلا 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 بكي، خصهم ينصفوا هاد الطاكسي ويشوفوا الحل ديالو وما يخليهمش الناس ضايعه هنايا. يعني بس وصل لك انت هنا على ثلاث ايام واربع ايام، هاد السائق شنو غيدي لولادو؟ هاد مول الطوموبيل اللي كيتسناك خصو يدي لولادو شنو غيدي حتى هو؟ الريسيتا كتوصل ما بين 300 درهم حتى 400 على حسب، كل واحد شنو كيطلب، كاين اللي كيطلب، كاين اللي كيميك على صاحبه لانك عارف الظروف وعارف كيقول ولد الحنطه ولد المهنه، اما هيك كيقول له جيب لي 400 درهم حتى 350 درهم في النهار، هذا غير معقول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.